احنا بنقول اكيد مبروك لكل الاهلاويه هنا التاهل لدور الثمانيه. الفريق الاول لكره القدم النادي الاهلي زي ما بنقول حجز خلاص مقعده بدور ربع نهائي دوري ابطال افريقيا بعد ما ضمن المركز الثاني. هنا بنتكلم عقب نهايه الجوله الخامسه من منافسات المجموعه الاولى دون بقى النظر لنتيجه الجوله السادسه والاخيره. الحقيقه امبارح كانت المباراه قويه وكانت الغلبه فيها للمريخ، وخصوصا في الشوط الاول كان اداء النادي الاهلي متراجع نسبيا على عكس المتوقع. انما يعني برضو نرجع ونقول ان في ايام بتكون يعني ايه خارج مستواك، دي حاجه بالتاكيد موجوده في الكوره وفرق كتير جدا، مفيش فريق بيفضل محافظ دايما على النسق بتاعه طوال الوقت. ولكن احنا يمكن كاهلاويه ومشجعين للنادي الاهلي ما ياكلش معانا الكلام ده، احنا عايزين نتفرج على اداء اللي احنا متوقعينه من لاعبين. انا بتفق معاك يا كريم، يعني اكيد كلنا نفسنا الفريق يحقق الفوز يحافظ على كمان فرص تصدر المجموعه، لكن خلينا نقول مفيش مشاكل، ان شاء الله الاهلي هيكون قادر على المضي نحو طريقه للحفاظ على اللقب، ده برضو اللي يهمنا. ولازم نقول ان الفريق البطل ما يهموش هيقابل مين، طالما عايز البطوله لازم يطيح يعني باي منافس. وزي ما كنت بقول لحضراتكم برضو احنا اكيد هنحلل الاداء وهنتكلم فيما هو قادم، ونتمنى يكون في طبعا برضو اداء افضل في الفتره اللي جايه، لان احنا لسه هنتكلم عن ماتشات كمان اقوى بكتير في المراحل المتقدمه. فنامل ان شاء الله ان دايما يكون الفوز اهلاوي. الاهلي خاض مباراه قويه امام المريخ السوداني، شهدت تسجيل 4 اهداف، هدفين لكل فريق، وكابتن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق قال ان المباراه شهدت العديد من الفرص الضائعه اللي لو احسن لاعبتها استغلالها يعني لتغيرت نتيجه المباراه تماما. قال كمان ان التعادل كان عادل بالنسبه للفريقين وفقا لاحداث هذه المباراه، لكن كمان اكد موسيماني انه في النهايه يعني بشكل عام النادي الاهلي حقق الهدف امام المريخ وهو التاهل لدور الثمانيه. سيماني كمان كان قال امبارح في تصريحات بعد المباراه ان الفريق عانى بالفعل من بعض الاخطاء، وده حلو ان في اعتراف، وظهر كمان بعض اللاعبين بصوره غير موفقه، تمام، وده اللي اثر على الشكل العام. عشان كده موسيماني بيقول ان تم اجراء اكثر من تبديل في الشوط الثاني، والاهداف الاربعه تاثرت باداء كل فريق. وكمان اضاف، خليني اقول لحضراتكم، قال انا كنت عارف ان المباراه لم تنتهي بعد الشوط الاول، وكنت واثق على قدره اللاعبين في العوده، والاداء اللي قدمه الفريق في المباراه بيحصل في كره القدم يعني بشكل عام. ده تصريح اعتقد في غايه الاحترام، بنتكلم ان يعني مدير فني بيطلع وبيتكلم ان في اخطاء، في تقصير، في خطه لتحسين الاداء، في خطه لتدارك الاخطاء، على كل حال زي ما قلنا برضو مهم ان احنا تاهلنا، ونامل ان شاء الله اللي جاي يكون في مستوى يعني افضل في الملعب باذن الله. برضو من ضمن التفاصيل اللي وقف عندها موسيماني يعني على سبيل المثال قال انه رغم الخساره امام سيمبا، مع هذا النادي الاهلي تغلب على بيتا كلوب وتعادل مع المريخ السوداني وحققنا هدفنا وتاهلنا، ولا احد يمكنه ان يتوقع بطل المسابقه بناء على الاداء. كمان قال موسيماني جمله مهمه جدا، قال انه مفيش حد من اللي تاهلوا على راس مجموعتهم بيتمنى مواجهه النادي الاهلي. ليه؟ لان النادي الاهلي فريق كبير وبيمتلك 9 بطولات افريقيه، وطبعا بتاهل النادي الاهلي لدور الثمانيه رغم التعادل فده لان الاهلي بيواصل مسيرته في مشواره للحفاظ على لقب دوري ابطال افريقيا.